السلام عليكم جميعا وأهلا بكم أينما كنتم. الرأي الحر 28 من شهر مايو يوم الحسم في الانتخابات التركية. حلقتنا الليلة نخصصها بالكامل للمشهد التركي. مسار هذه الجولة الثانية كما تبعتموها، ماذا عكست؟ ما هي ملاحظاتكم؟ العملية إلى حد يعني على الأقل ما قاله المراقبون مرت بشكل سلس وبشكل ديمقراطي وبدون أي مشاكل. إقبال كبير كان للناخبين. الديمقراطية التركية بالتأكيد تعزز أقدامها مع بداية هذه المئوية الثانية للجمهورية. أردوغان فاز بعهدة ثالثة على منافسه مرشح المعارضة كليشدار أوغلو. ماذا يمكن أن يقال حول هذا العرس؟ ما هي ملاحظاتكم؟ كل هذا سنتناوله في ساعتنا الأولى. الساعة الثانية سنخصصها للتحديات وما أكثرها بالتأكيد. أكان داخلية للرئيس أردوغان، لأنه لا يمكن أن تغيب عن الرئيس أردوغان وأنصاره وتحالفه أن هناك نسبة كبيرة طبعا صوتت لمنافسه. هناك أيضا مناطق خصوصا في الساحل الغربي صوتت أيضا لمنافسه كليشدار أوغلو. هذا أيضا ضمن خطة العمل للرئيس أردوغان ومن معه طيلة الخمس سنوات المقبلة. رسائل أردوغان بالتأكيد في كلمته التي ألقاها أمام أنصاره تناولت العديد من الرسائل، سنتناول بعضها مع ضيفنا بعد قليل. كيف ستتطور أيضا العلاقات التركية العربية في السنوات الخمس المقبلة؟ أطول رئيس حكم تركيا هو الرئيس رجب طيب أردوغان، وفاز في استحقاقات انتخابية عديدة منذ جاء حزبه إلى السلطة. بالتأكيد هي محطات مهمة احترم فيها الناخب، احترمت فيها صناديق الاقتراع. لا شك أن تركيا أظهرت مشهدا ديمقراطيا ربما أغاض حتى أعرق الديمقراطيات في أوروبا. سنتناول كل هذا في ساعتنا الثانية، لكن دعونا نبدأ بالمشهد ودلالاته وأيضا هذا الفوز المستحق للرئيس رجب طيب أردوغان. أهلا بكم. فاز إذن مرشح التحالف الجمهوري الحاكم في تركيا رجب طيب أردوغان بفترة رئاسية ثالثة مدتها خمس سنوات بعد حصوله على نسبة 52.5% تقريبا طبعا مقابل 47.5% لصالح كليشدار أوغلو في نتائج غير رسمية بعد أن فشل كلا المرشحين في تحقيق نسبة 50+1 خلال الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 14 من مايو الحالي. سيتم إعلان النتيجة الرسمية طبعا من الهيئة العليا للانتخابات لاحقا، وتنظر أيضا بالاعتراضات المقدمة من المعارضة. يبقى أردوغان في منصبه ليكون الرئيس 13 لتركيا منذ إعلان تأسيس الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923. تأتي نتيجة فوز أردوغان بالجولة الثانية من هذه الانتخابات الماراثونية لأول مرة تعاد خلالها الانتخابات الرئاسية في تركيا، ليبدأ بما يسمى الجمهورية الثانية أو المئوية الجديدة، ويبدأ بتطبيق مشروعه التنموي الذي أعلنه قرن تركيا في أكتوبر العام الماضي. طاولت العناوين الرئيسية لرؤية القرن التركي على مفاهيم الاستدامة والسلام والنجاح والاستقرار والقوة والرقمية والاتصالات والعلوم والتنمية والقيم والعدالة والاستقلالية. ما أحوجنا عربيا لكل هذه القيم، ونحن لازلنا نتلمس طريقنا نحو ديمقراطية تشبه هذا المشهد الذي تبعناه اليوم. نتابع هذه النتائج على كل حال التي تظهر فوزا للرئيس أردوغان بعهدة ثالثة. لماذا برأيكم حظيت هذه الانتخابات بكل هذا الاهتمام عربيا
ودوليا. طبعا مفهوم الاهتمام في الداخل التركي لأن المعارضة جيشت وحشدت بشكل كبير وكانت تأمل في إزاحة أردوغان وحزبه حزب العدالة والتنمية، ولكنها فشلت. طبعا ما يطرح أسئلة الآن حول مستقبل هذه المعارضة وتحالفها. ما هي الملاحظات التي يمكن تسجيلها على الأقل والمشهد تبعتموه على مدى أيام الآن؟ هناك من بادر طبعا بتهنئة الرئيس أردوغان على مستوى دولي، نذكر منهم أمير قطر، الرئيس الجزائري، حتى رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وآخرون. بالتأكيد هناك من غاضه هذا الفوز. من هؤلاء برأيكم؟ طبعا في إطار التخمين إن شئتم. سنعود لكل هذه النقاط بعد قليل مع الجمهور، ولكن دعوني أرحب بضيف حلقتنا في هذه الساعة الأولى. طبعا ستكون الساعة الثانية أيضا مخصصة لهذا المشهد التركي. نرحب بالسيد محمد عثمان، المحلل السياسي التركي من اسطنبول. سيد محمد عثمان، مساء الخير. إذن تأكد فوز الرئيس أردوغان الآن بعهدة ثالثة بنسبة الحقيقة مريحة، تجاوزت 2 مليون ناخب. ماذا يعني ذلك بالنسبة للرئيس أردوغان وبالنسبة لتحالفه وحزبه أيضا حزب العدالة والتنمية؟ مساء الخير أستاذ صالح لك ولمتابعيك ولجمهوركم الكريم. أعتقد هذا النجاح نجاح واضح. الرئيس أردوغان قال يجب أن لا نقف عند نصف، النصف لا تليق بنا، وفعلا كانت هذه الجولة الثانية وكان هناك الفرق واضح بما لا يدع مجال للشك. كلنا تابع الاستقطاب الدولي والاستقطاب الداخلي والاهتمام العالمي بهذه الانتخابات لما لها من تأثير على المنطقة برمتها. هناك معادلات إقليمية، معادلات دولية، كلها تتقاطع في تركيا وعند الانتخابات التركية. وحتى داخليا كان هناك الاصطفاف وكان هناك الخطاب السياسي الانتخابي لكلا الطرفين يتمحور حول هذا الاستقطاب الدولي الذي تبعه استقطاب داخلي. الحرب الأوكرانية تلقي بظلالها على المنطقة، ظروف عدم الاستقرار في المنطقة، سياسة التوازنات الاستراتيجية التي اتبعها أردوغان على مبدأ اربح واربح، قزان قزان باللغة التركية. هذه الحقيقة أحدثت علامة فارقة في التاريخ الحديث لم تعتاد عليها القوى الإمبريالية الاستعمارية التي اعتادت على النفير والاستنفار ضد عدوها سواء كانت بحق أو بباطل، والانهاء العدو بالضربة القاضية والحصار وافتعال التوترات والحروب هنا وهناك. الحقيقة تركيا بقيادة الرئيس أردوغان استطاعت أن تكون محضر خير وأن تكون واسطة خير وأن تلعب على التقليل من أضرار التوترات وأن تكون واسطة مثلا في الحرب الأوكرانية كان لها علاقة متوازنة مع الطرفين دون أن تضر بعضويتها في حلف الناتو، والدور التي تلعبه في سوريا وفي ليبيا وفي غيرها طبعا انطلاقا من تقوية حصونها الداخلية، وأيضا الدور التي تلعبه في أفريقيا أيضا دور غريب على القوى الاستعمارية التي اعتادت أن تربح هي دون النظر، حتى لو داست على الآخرين، حتى لو عبثت بأرواحهم، حتى لو سرقت أموالهم، حتى لو تركتهم جياعا، لا فرق لدى الدول الاستعمارية الأمبريالية. بينما التجربة التركية بقيادة الرئيس أردوغان شهدت توازنا بين الطرفين، الجميع يجب أن يخرج رابحا
من العلاقة مع تركيا. لذلك رأينا اصطفافا دوليا، هناك قوى دولية صرحت بذلك بأنها تريد إسقاط أردوغان وتدعم المعارضة في إسقاطه، وفعلا لعبت على القوى التي تتعامل معها وشكلوا حلفا قويا من كافة حتى الشرائح والأيديولوجيات الداخلية، جمعوها في الطاولة الثلاثية ثم وسعوا السفرة لكي تضم شركاء آخرين خارج الطاولة السياسية. لكن الرئيس أردوغان بقيادته الحكيمة وبثبات منطقه ومصداقيته في قلوب المواطنين وحتى على مستوى المنطقة استطاع أن يجعل الخطاب السياسي نعم لوحدة تركيا، نعم لاستقلال القرار السيادي التركي، لا للتبعية، لا للخضوع للغرب، نعم للشراكات المتوازنة، لكن نحن لسنا تبعا للغرب. في الثمانينات كان هناك وزير خارجية اسمه كاموران إينان ألف كتابا بعنوان هاير ديابيلان تركيا، كان يحلم به أن تقول تركيا يوما لا للغرب تحديدا، عنوان الكتاب تركيا التي تقول لا، كان يحلم ويطمح بهذا بأن تكون أن تصل تركيا إلى هذه المنزلة. الحقيقة استطاعت تركيا أولا ببناء صناعتها الدفاعية، ببناء بنيتها التحتية، بالمصارحة مع المواطن العادي. أردوغان كان يصارح المواطن بكل شيء، حتى بحديثه مع بوتين، مع بايدن، مع الرؤساء، مع كل الناس. رأينا كيف تصرف في داوس، كلها كانت تصرفات صميمية، تصرفات نابعة من شخصية لا تفتعل المواقف افتعالا. طيب. ولذلك تفاعل معه الشعب ووقف إلى جانبه في ساعته العصيبة. كان هناك قوى تريد أن تزيح أردوغان، تريد أن تزيح القرار السيادي لتركيا، لكن حتى التيارات اليسارية، الحزب الديمقراطي اليساري الذي ألفه، الذي أسسه بولانت أجويد وهو معادي بشكل واضح للخط الإسلامي، زعيمه قال أنا أعارض حزب العدالة والتنمية في سياساته، في سياساته الاقتصادية والاجتماعية وأيديولوجيته، لكن الأمر الآن يختلف. الأمر مع سيادة القرار التركي، مع القرار السيادي التركي أو التبعية للدول الأخرى، فأنا أختار أن أكون في صف القرار السيادي التركي. الآن وقد فاز أردوغان بهذه النسبة المريحة، كانت له كلمة مقتضبة ربما في إسطنبول أمام أنصاره، إذا تبعتها ما هي الرسائل التي وردت فيها؟ لأن الحقيقة كان فيها حديث أيضا يعني وأغاني غنى الرئيس أردوغان في بداية حديثه، لو تطلعنا على أهم ما ورد فيها. يعني أعتقد هذه كلمة عابرة. الأساس، الرسائل الأساسية التي سيوجهها أردوغان سيوجهها من قصر الرئاسة، من أنقرة، نعم، وليس من بلكون حزب العدالة والتنمية. الرسالة الأولى أن جميع سكان تركيا 85 كافة أعداد سكان تركيا هم الفائزون، لا يوجد خاسر في هذه الانتخابات، هناك الجميع فائز ولا فرق لديه، ولا فرق لدي، يقول الرئيس أردوغان، بين من صوت لي ومن صوت ضدي. الآن ساعة تركيا، ساعة فرح لكل تركيا، الآن وقت نسيان الماضي، ربما يكون أثناء التنافس الانتخابي يكون هناك بعض الاحتكاكات، يكون هناك بعض الاتهامات تقتضيه السياسة بطبيعتها، لكن الوطن وطننا جميعا وعلينا خدمته جميعا، خدمة الجميع الذين سواء صوتوا لي أو لم يصوتوا لي. سوف يركز على ضحايا الزلزال وأنه لم ينساهم،
كما يعني كما كان الحال قبل الانتخابات أيضا، سيشدد على أنه معهم وأنه سيفي بوعوده تجاههم. سوف يعد بسياسات اقتصادية جديدة تناسب المرحلة القادمة، تريح المواطن. فعلا هناك أزمة اقتصادية، هناك الكثير من القضايا يجب حلها على الصعيد الاقتصادي، وقضايا أخرى أيضا سوف رسائل سوف يوجهها الرئيس أردوغان من خلال خطاب جامع، ينسى البارحة، ينسى التنافس السياسي، ينسى ما قيل، ينسى الاستقطاب الحاد. الآن أردوغان رئيس لكل تركيا، لمن صوت له ولمن لم يصوت له، لكن أيضا هناك رقم يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. هناك 47 من سكان تركيا قالوا لا، سواء لشخص الرئيس أردوغان، وأنا أعتقد ليس لشخص الرئيس أردوغان، وإنما احتجاجا ربما على سياسات الحزب، حزب العدالة والتنمية. يجب أخذ ملاحظات هؤلاء بعين الاعتبار، وليس النظر على أنها معركة بين الحق والباطل، ونحن نملك الحق بجوامعه والطرف الآخر على باطل كليا. هذه لا يمكن أن تكون في الأعراف السياسية، وليست من سياسات أردوغان أيضا. المنتصر له أخلاق ربما تذكرنا أخلاق، مع الفارق طبعا بين النبوة، لكن لنا في رسول الله أسوة حسنة. عندما دخل مكة فاضحا كان في قمة التواضع، وهكذا عهدنا أردوغان أيضا في جميع انتصاراته كان متواضعا، لم يكن متكبرا مغرورا، شكر كل من ساهم في إنجاح هذه العملية، هذا الاستحقاق وهذا العرس الديمقراطي الذي تفخر به تركيا ويحق لها أن تفخر. هذا النصر وهذا النجاح تشترك به المعارضة كما تشترك به السلطة، الجميع الحقيقة يشارك في هذا العرس. مضى البارحة، الآن نحن أمام استحقاق جديد، وليس أمام فرد أيديولوجي، وليس أمام معركة بين الحق والباطل. أعتقد أن حدة الانتخابات سيكون لها ما بعدها. الحقيقة أنا أتابع الشأن التركي منذ ما يقارب 40 عاما، يعني لم أشهد انتخابات بهذه الحدة. أعتقد أنها مثل ملاكمين نالا من بعضهما البعض، وهذا أيضا يجب عمل محاسبة. وأنا أعتقد أن المعارضة سوف تتعرض لزلزال شديد، وسوف تبدأ النزاعات والحسابات الداخلية ومؤتمرات الأحزاب. وأيضا هذا يجب أن يكون على صعيد أيضا السلطة وحزب العدالة والتنمية تحديدا، لديه تحديات حزبية. طبعا الرئيس رمى بكل ما في جعبته من سهام، الكابينة الوزارية كلها نزلها وأصبحوا وزراء، ولا يمكنه الاستعانة بهم إلا أن يتخلى عن مقعد بالبرلمان، وهذا ليس بالأمر السهل. أعتقد أيضا تقديم قيادات جديدة ووجوه جديدة، سواء على صعيد الوزارة أو على صعيد إدارة الحزب أيضا، هذا لن يكون بالأمر السهل. الحقيقة الكادر الذي قدمه حزب العدالة والتنمية على مدى أكثر من عقدين، كنت تحتار أيهما أفضل. فعلا هناك رجال دولة استطاع هذا الحزب أن يقدمها للدولة التركية وللشعب التركي، وأعتقد أن هذا الحزب رغم خسارته لرجال دولة بحجم رؤساء وزراء، نواب رؤساء وزراء وأيضا وزراء، والكثير من الشخصيات التي لها وزن
على الساحة السياسية التركية، ومع ذلك نراه يربح بهذه النتيجة الواضحة. أعتقد أن بطن هذا الحزب ولودة، وأن قيادة الرئيس أردوغان لا تزال في أوجها، وأعتقد أنها في صدد إبراز واجهة سياسية أخرى تنال رضا الشعب التركي. طيب سيد محمد عثمان، تحدثنا على تواضع المنتصر، وقد أظهر الرئيس أردوغان يعني في حديثه على الأقل في إسطنبول بأنه هو رئيس الجميع، وبأن تركيا هي التي انتصرت والديمقراطية هي التي انتصرت. هل نتوقع أيضا تواضع من الشق الآخر، الصف الآخر، من المنافس كمال كليشدار أوغلو أن يخرج الآن أمام الجمهور ويعترف بهذه النتيجة؟ لأنه من يعني الآن هناك حديث على زعيم مثلا الحركة، حزب الحركة القومية في تركيا، يدعو الجميع إلى احترام نتيجة الانتخابات. نعم، بعد قليل سوف يكون هناك مؤتمر صحفي للسيد كمال كليشدار أوغلو. يعني يتمنى كثير من المراقبين السياسيين ينتظرون، وهذا الأصل، أن يعلن استقالته، لأنه ورغم تحذيرات شريكه الرئيسي حزب الجيد وتحديدا مرال أكشن رئيسة حزب الجيد، قالت له بالعبارة الواضحة: أنت لست مؤهلا لمنافسة رجب طيب أردوغان، وعليك أن لا تترشح. ومع ذلك أصر على الترشح، فأضعف الإيمان أن يقول: نعم أنا ترشحت وفشلت. وهذا شيء طبيعي في الديمقراطيات وفي العملية السياسية الديمقراطية. لكن لو سألتني شخصيا، هذا أعتقد ما يجب أن يفعله، أو من الطبيعي أن يفعله، لكن هل سيفعل؟ أعتقد أن من العسير على كمال كليشدار أوغلو أن يقوم بهذه الخطوة المدنية الحضارية. سوف أعتقد أنه سوف يختلق الأعذار ويلقي باللائمة على الطرف الآخر، وسيقول استفادوا إمكانيات الدولة وكذا. يعني الأداء هكذا، للأسف أداء حزب الشعب الجمهوري أداء خشن، أداء استعلائي، حتى وهم بأضعف حالاتهم هم بيعتبروا الجمهورية التركية ملكا حصريا لهم. هم يعتبرون أنفسهم أنهم هم من أسسوا هذه الجمهورية، وبالتالي جميع من يأتي حتى لو حصل على 90% من أصوات الشعب هم لا يعني ذلك شيئا. وهذه النظرة الاستعلائية الحقيقة للمواطن، يتهمون من يصوت لحزب العدالة والتنمية، ومن قبل اتهموا من صوت لحزب الوطن الأم أيام الثمانينات، ومن قبل في الخمسينات حتى من صوت للمرحوم شهيد الديمقراطية عدنان مندرس، يتهمونه بقلة الفهم، ويقولون بأن كيف يمكن لراعي أن يكون مثل وزير صوت الراعي يساوي صوت البروفيسور في الجامعة. ومن هذه رغم أنهم يتغنون بالديمقراطية صباح مساء. هذه العقلية الحقيقة سقفها 25%. يعني حزب الشعب الجمهوري ومنذ سنوات طويلة لم يستطع أن يتجاوز حاجز 25%. السبب الرئيسي هو بعده عن الإنسان، عن رجل الشارع العادي، بعده عن الهموم، تغذيه من التوترات ومن الاستقطابات ومن قيل وقال. الحقيقة يعني هذا علمنا الحزب أو عودنا حزب الشعب الجمهوري في المراحل السابقة على هذا النمط من الأداء. نتمنى أن يرتقي السيد كمال كليشدار أوغلو ويغير هذه العادة وينهج نهجا مدنيا حضاريا، يعلن استقالته ويفسح المجال أمام
قوى أخرى ربما كوادر شابة تقود الحزب ربما إلى مراحل أفضل وتكون ندا لحزب العدالة والتنمية وجمال الديمقراطية. أخي الأستاذ صالح يكون بقوة المعارضة أيضا، لا يكفي حزب السلطة أن يكون قويا، صحيح صحيح، لكن إن لم يكن هناك معارضة تتحرك وتضع المشاريع البديلة وحكومة الظل وما إلى ذلك، فإن السلطة تتراخى ويستشري فيها الفساد. الحقيقة المواطن التركي يتطلع إلى معارضة قوية كما يتطلع إلى سلطة قوية. بالتأكيد هذه معادلة مهمة للغاية. أختم معك سيد محمد عثمان وفي أقل من دقيقة لو تكرمت، أنا أشير فقط إلى هذه الأرقام التي تردنا، أردوغان يتفوق في 52 محافظة مقابل 29 لكليشتار أوغلو بعد فرز 99% من الأصوات. أختم معك بهذه التهاني التي بدأت تصل إلى الرئيس أردوغان، ربما فيها دلالة، ورد التهاني من أمير قطر، من الرئيس الجزائري، من الرئيس من الحاكم في أفغانستان، من رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، ومن شخصيات كلها في معظمها من المنطقة. هل في هذا دلالة برأيك؟ قبل الجواب على سؤالك اسمح لي استاذ صالح بملاحظتين، اولهما ان اسمي محمود عثمان وليس محمد محمود عذرا. الملاحظة الثانية ان الرئيس رجب طيب اردوغان لم ينجح في الحصول على الأكثرية في مدينتي اسطنبول وأنقرة، وهذا فعلا سياسيا يجب أن يكون هناك وقفات حقيقية ومراجعة لدى حزب العدالة والتنمية بشكل رئيسي، وأركز على حزب العدالة والتنمية بشكل رئيسي ولدى الحكومة والرئيس أردوغان تحديدا. نحن نعلم بأن ابن المدينة والسكان المدن الكبرى تعطي أهمية كبيرة لرفاهيتها، لراحتها، للحالة الاقتصادية على حساب التطلعات الأيديولوجية. المدن الصغيرة ربما تكون عاطفية أكثر وتنظر إلى الأيديولوجيا أكثر، وهذا قراءة أولية ربما، هذا رأيي في الموضوع، لكن الأمر يحتاج إلى أكثر من رأي سطحي، يحتاج إلى دراسة حقيقية لفهم إصرار المدن الكبرى على إدارة ظهرها لحزب العدالة والتنمية قبل الرئيس أردوغان. هذا هناك أسباب كثيرة وعديدة يجب الوقوف عنها ومعالجتها إذا أراد حزب العدالة والتنمية الاستمرار بنفس الزخم ونفس النجاح. بخصوص سؤالك أستاذ صالح، أعتقد أن المهم هنا هو الشارع العربي والشارع الإسلامي الذي تبادل التحيات، وشوارع حتى شوارع باكو لا تقل احتفالا عن شوارع اسطنبول. ولو سمح للمواطن العربي في أن يخرج في القاهرة وعمان والرياض وأبو ظبي والجزائر وغيرها وحتى دمشق وبغداد، أعتقد كان هناك سيكون هناك كرنوالات واحتفالات كبيرة. المهم تلك المكانة المميزة الحقيقة التي رسخها الرئيس رجب طيب أردوغان في قلوب الأمة العربية والأمة الإسلامية قاطبة. الأسبوع الماضي كان هناك انتخابات في اليونان، واليونان بلد أوروبي وبلد في حلف الناتو له مكانته، وربما اقتصاديا متفوق على تركيا، لكن لم يسمع أحد بالانتخابات اليونانية ومن ربحها وكيف جرت وما هي نسبها، بينما العالم كله مشدود إلى الانتخابات التركية وهناك تفاعل كبير مع هذه الانتخابات. وأعتقد أن هذه هي النقطة الجديرة بالاهتمام، أن يحتل القائد مكانة في قلوب الناس، في قلوب الجماهير، في قلوب الشعوب، وخصوصا الشعوب المستضعفة. نعم. التي تتوق
وتتحسر على نجاحات لقادتها. طيب. وأردوغان هو قائد على مستوى العالم الإسلامي، سواء فرح من ذكرت وزعل من لم تذكر، هذه حقيقة واضحة. تركيا جوهرة العالم الإسلامي. تركيا دولة قوية وديمقراطيتها تزداد ثباتا مع بدء المئوية الثانية للجمهورية. الأستاذ محمود عثمان المحلل السياسي التركي كنت معنا من إسطنبول، نشكرك جزيل الشكر. أذكر بالتهاني على الأقل كما وردتنا، ربما هناك أسماء أخرى أو شخصيات أخرى لم تصلنا. وصل التهاني من أمير دولة قطر، من الرئيس الإيراني، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، رئيس الوزراء الأفغاني، الرئيس الأوزبكي، الرئيس الجزائري سعد الحريري أيضا، رئيس صربيا، وأيضا جماعة الإخوان المسلمين، ورئيس العدالة والتنمية المغربي. لاحظوا بأنه إلى حد الآن على الأقل وفق ما وردني من معلومات لم تصل تهاني من بعض القيادات الدول الكبرى، وفي هذا ربما هناك دلالة. طبعا الولايات المتحدة ودول أخرى أيضا جيشت إعلامها وحاولت ربما بعض القيادات في هذه الدول ألا تظهر، وتركت المجال للإعلام أن ينهش ربما في مسيرة وتجربة حزب العدالة في السلطة والرئيس أردوغان شخصيا، ولكن في النهاية انتصرت الديمقراطية. وهذا هو بيت القصيد، يفترض أن نحترم جميعا ما تقوله الصناديق لا ما تقوله مصالح هذه الدولة أو تلك. محمود من بريطانيا مساء الخير. مرحبا. يا أهلا بك. مبروك للشعب التركي، مبروك للديمقراطية في تركيا، مبروك للرئيس أردوغان الذي جاء في انتخابات حرة على مرتين. المرحلة الأولى لم يحصل على النسبة المعينة 50+1، وها هو يحصل على 52% و3/10، وهذا صعب لأنه يعتبر رئيس تركيا رئيس للذين قالوا نعم له وللذين قالوا لا، وهو إن شاء الله نحن نأمل أن يطور في هذا الحزب ويخرج من السلبيات لبعض الناس هناك حتى ترجع الثقة 100%. هذه رسالة إلى العسكر في تركيا بأن الديمقراطية ترسيخ قواعد اللعبة، يعني لا انقلابات ولن يكون في انقلابات بعد ما استلم رجب طيب أردوغان. ونحن اليوم نقول جميل. إن الرئيس في حزب العدالة والتنمية قام بما قام له في 12 عام، قد جعل تركيا وقد سرد لها 18 عام الآن يحكم من رئيس وزراء إلى رئيس لتركيا. جميل. وأصبحت الآن تركيا دولة اقتصادية عسكرية سياسية من الطراز الأول. شكرا لك محمود من بريطانيا، أشكرك حتى شكرا لك. حتى نختصر لو تكرمت، فقط فاتني طبعا أن أشير إلى تهاني أيضا وردت من رئيس حكومة الوحدة في ليبيا، وأيضا من رئيس البرلمان التونسي من سجنه بعث بالتهنية كما قال ويهنئ تركيا على عرسها الديمقراطي، ويهنئ أردوغان بفوزه بولاية جديدة. ما أبعد المشهد التونسي على ما يجري في تركيا، كان يمكن لتونس أن يكون فيها عرس بما حصل في تركيا وحتى أفضل، لما لا تكون ديمقراطية، يعني يفوز فيها من يفوز ويخسر فيها من يخسر، والجميع سعيد، لأنه في النهاية النجاح للجميع، نجاح التجربة. وهذه كلمة قالها الرئيس أردوغان اليوم وهي مهمة للغاية، لا يوجد خاسر في العمليات الديمقراطية، في الفهم الحقيقي للعمل الديمقراطي والسياسي لا يوجد خاسر، لأنه الديمقراطية تفوز وبالتالي تفوز البلد بكاملها. لكن البعض للأسف يكيد لتجربته ويساعد المتآمرين حتى يوقع بتجربته الديمقراطية كما حصل من بعض الأطراف في تونس للأسف، ثم يعضون أصابع الندم بعد فوات الأوان. ابتسام من ألمانيا تقول مجرد أن أتخيل قيام بعض الدول العربية بإجراء انتخابات رئاسية على شاكلة الانتخابات التركية وبنفس مستوى الشفافية والحرية للمعارضة باختيار مرشحها، سنرى معظم هؤلاء الحكام بعد النتائج في نفس مساء اليوم يجلسون في أحد فنادق أبو ظبي
سويا مع رئيس سريلانكا ورئيس أفغانستان المخلوعين. لا، لا يجب علينا أن نقول ذلك، نحن ندفع باتجاه أن تسير هذه الدول العربية على ما على نهج تركيا والدول الديمقراطية الأخرى. لسنا هنا لنتوقع أن فلان سيذهب إلى الإمارات ويذهب إلى ذلك، هذا لا يعنينا، القصة مش شماتة يا سيدة ابتسام. المهم أن نسير ونبدأ ديمقراطيتنا العربية التي لم تبدأ بعد، عمليا بدأت تجارب هنا وهناك في تونس وغيرها، ولكنها للأسف أجهضت أو كادت. فنحن مع الديمقراطية والجميع فائز، ولسنا هنا لنشمت من أي طرف، يعني لأن هذا المنطق يا سيدة ابتسام هو فيه شماتة حتى قبل أوانها. أبو القعقاع من دوحة يقول: مبروك فوز أردوغان واستمرار حكمه إلى 2028. أم صفوة تقول: هذه الانتخابات أثبتت حرية وعدالة الديمقراطية في تركيا، وأبقت من أراد أغلب الشعب التركي رؤيته على سدة الحكم، وأسقطت القناع عن كثير من الوجوه التي عندها حقد دفين على شخص أردوغان، سواء من المعارضة أو من الدول الخارجية. المعارضة سيدة أم صفوت لها الحق أن تعارض أردوغان. على فكرة دور المعارضة مش إجرامي. ليش احنا عندنا فكرة أنه اللي عارضك ويقف ضدك في الانتخابات هو يعني محل شك حتى يثبت العقل؟ لا يا جماعة، المعارضة في تركيا لم تجرم، لها الحق في أن تختار مرشحها وأن تسير العملية الديمقراطية بشكل سلس، ومطلوب منها الآن أن تعترف بالهزيمة وانتهى الأمر، لأنه في النهاية هذا مسار ديمقراطي الكل فيه منتصر. نحن لم نجرب للأسف في عالمنا العربي، فما زالت عندنا عقلية أنه من مع أردوغان هذا هو الصالح ومن ضده عكس ذلك. لا، مش هيك. علينا أن نعيش الأجواء الديمقراطية التي تعيشها تركيا، ونتمنى أنه نسير على هذا المنوال. بطيب من المغرب يقول: أهنئ أردوغان، لكن عليه أن يعلم أن معارضيه عددهم 24 مليون، وأن سينان أوغان هو من رشح كفته أو رجح كفته، وهذا يتطلب منه تغيير سياساته بطريقة جذرية. لا، بطريقة جذرية فيها مبالغة يا عزيزي، لأنه حصل على 26 مليون، يعني شو يغير سياساته؟ لا، أن يراعي نعم الطرف الآخر، ويراعي العديد من النواقص في أداء الحزب ربما وفي بعض الأشياء. نعم، أنا أتفق معك تماما، وضيفنا ذكر ذلك، لكن أن يغير سياساته جذريا يعني أنه سيتخلى عن هؤلاء 26 مليون الذين صوتوا له، وهذا طبعا لا يليق. طيب، عبد الله من ليبيا. السلام عليكم يا أخ صالح. وعليك السلام. نحب نهني الشعب أردوغان والشعب التركي، صديق الأخ وصديق، ونهني الأمة الإسلامية. والله نحب نهني أنفسنا، وإن شاء الله تكون الديمقراطية في عند الشعوب العربية إن شاء الله، الدول العربية أولها تونس. والله والله نحب نشوف العرس هذا في الدول العربية، والله وعلى الله مش بعيد يعني. طيب، ما الذي يمنع برأيك أن ترى مثل هذا العرس في أي دولة عربية أخرى؟ والله نمنع أن الحكام الدكتاتورية اللي تحت أمريكا والصهيونية العالمية يا شيخ. طيب، أردوغان استمر لسنوات طويلة للعهدة الثالثة ومن خلال الصندوق. لماذا لا يكون الزعيم العربي أيضا صادقا وعادلا وديمقراطيا وسيستمر، إن نجح طبعا في الأداء كما نجح أردوغان، سيستمر أيضا لعهدتين أو ثلاثة وبشكل ديمقراطي؟ لماذا يستمر بشكل قمعي وبالتالي عندما يغادر ترمى خلفه النعال والأحجار؟ ليش يعني ليش يا أخ صالح؟ لأن هذا ما يمجوز بانتخاب صندوق يا أخ صالح. هادوما مجوبين على دبابة وصية تحهم للجافهم من برا، فهمت يا أخ صالح؟ لجابوهم من برا في ليبيا وفي البنكانات في مصر وفي جميل على الدبابة يا أخ صالح. أردوغان جاب الشعب. شكر لك عبد الله من ليبيا. أفعاله. شكر لك. عبد الحق من فرنسا. السلام عليكم في صالح. وعليك السلام. الشعب التركي، لأن المشكلة مش أردوغان، الشعب التركي هو اللي فاز، هو اللي اختار أردوغان، وليس أردوغان نجح الشعب التركي. بس نفهم الديمقراطية ما تعطي هكذا، الديمقراطية لو ما كانش عدالة، الحرية في العدالة في حقوق الإنسان في حرية الإعلام في حرية السياسة ما تكونش انتخابات شرعية. وعلى هذا الشعب التركي سبق الحقوق الإنسان قبل الدول الديمقراطية.
لأن الديمقراطية فيها مشاكل السياسة حتى بننظر في أوروبا عندما تكون الانتخابات لما تكون حقوق الإنسان والأدلة حرة تكون مشاكل أكبر تكون حرب أهلية لأجل نفهم حقوق الإنسان ليس الحكام ولا جميل. الشعوب نتكلم على حقوق الإنسان. شكرا لك عبد الله عبد الحق من فرنسا. حقوق الإنسان نتحقق على الحياة والكرامة. شكرا لك والحرية. شكرا لك وصلت الفكرة عبد الحق من فرنسا. خالد من الجزائر. بخير أخي صالح. يا أهلا بيك. أردوغان راجل دولة وفاز لكن عندي تخوف يبقى إذا لم يترك أردوغان شتلة من نوعه في تركيا على ما شاهدته في بعض القنوات وفي بعض التصرفات التي تقوم بها الثورة المضادة. وأعتقد كلمة الثورة المضادة هذه ترجع إلى أتاتورك، هو أول من استعمل العبارة هذه. يعني شاهدت كيف تصرف هؤلاء مع قناة العربية، كيف تصرف صاحب مطعم مع متحجبة أول أمس أو أمس فيما أعتقد، كيف تصرف المعارض لأردوغان والمرشح الرئاسة مع صاحب مقهى. يعني لا هذه خالد يا عزيزي هذه تبقى تصرفات فردية ومحدودة. يعني أنت لا يمكن أن ترى وتحكم على المشهد من خلال هذه الأحداث. المشهد بكامله الأتراك يعني حققوا بالفعل عرس انتخابي لا ترى حتى في أعرق الديمقراطيات. نسب إقبال 90% هذه لم تقع لا في أمريكا ولا في بريطانيا ولا في فرنسا ولا في غيرها. يعني عليك أن ترى أيضا المشهد بكامله وليس أحداث جزئية هنا وهناك. طيب لكن خالد وأنت تحدثنا من الجزائر، الجزائر أيضا من بين أول المهنئين للرئيس أردوغان، هل نتوقع أن تستفيد الجزائر يعني رسميا من هذا المشهد الانتخابي والديمقراطي في تركيا الآن؟ لا يمكن. لماذا؟ هناك عقم يعني؟ الديمقراطية تأتي مع الحرية مع حقوق الإنسان، وهذا لا تؤمن به الدبابة ولا المدنيين. عندنا جملة تكرر دائما للمصلين تعاد، هذه في التراث الشعبي، يقول الأئمة خذ أقوالهم ولا تنظر إلى أفعالهم. شكرا لك خالد من الجزائر. سأعود طبعا للمزيد من المشاركات ولكن نشرك أيضا بعض المشاركات عن طريق الواتساب. أحمد حارز الله فلسطيني يقول نهنئ الرئيس رجب طيب أردوغان بفوزه برئاسة الجمهورية التركية، نعتبره نصرا لإخواننا الأتراك وللقضية الفلسطينية ولكل المظلومين في العالم. هل ستحذو الدول العربية حذو تركيا في الانتخابات إن كانت هناك انتخابات؟ السيسي والأسد. لا أدري ماذا يقصد، يعني وضع السيسي والأسد دون تعليق. على كل حال أنت اخترت يعني من استباح شعبه ومن استباح أيضا شعبه، فيعني يا سيدي هناك دول أخرى ربما مهيئة أكثر من هذين الرجلين لتحقيق مسار ديمقراطي تحلم به هذه الشعوب ودول المنطقة. مصطفى من هولندا يقول أقاسم تصريح رئيس الوزراء الباكستاني بأن فوز أردوغان هو فوز لنصير المسلمين المضطهدين في العالم. أبو وليد يقول حانت لحظة الحقيقة وقالت الشعوب التركية كلمتها وفاز السيد أردوغان، نبارك الفوز وأبلغ درس الديمقراطية للأعداء والأصدقاء، فوز بجدارة وبثقة عالية كما يقول أبو وليد. أبو أحمد يقول لا شك أن فوز أردوغان يعتبر نصر للإسلام والمسلمين وهزيمة للغرب وللمتصهينين كما يقول. طيب أحمد من المغرب. تفضل. تحياتي لكل الطاقم المشتغل معكم المشاهدين. يا أهلا بك. نهنئ أولا الشعب التركي ونهنئ أنفسنا كمسلمين بفوز السيد رجب طيب أردوغان ونتمنى له كل التوفيق.
كنت قد طرحت سؤال، لماذا لا تحذو الزعامة العربية ما يفعله أردوغان؟ لماذا تقدم الانتخابات وتفوز مرة ومرتين وثلاثة؟ نعم أستاذ صلاح اسمعوني. نعم أسمعك. المشكلة هي مشكلة عقلية. عقلية زعماءنا لا تؤمن بأنفسها، يعني ليست لها ثقة في نفسها بأن تستطيع أن تقدم شيء، لذلك فهي تخاف الصناديق. يعني نحن نعيش شكلا من الديمقراطية ليس بمفهوم الذي نعيشه في تركيا اليوم. تركيا أعطت درس نتمنى أن نستفيد منه، لأن فوز أردوغان وليس فقط لتركيا، هو فوز للأمة الإسلامية، حتى نتمكن من أن نقرأ شيء ما من الذي تفعله تركيا. على ذكر الثقة أحمد، النقطة التي أشرت إليها في غاية الأهمية، الرئيس أردوغان جيش الإعلام الغربي ضده وضد حزبه، والإدارة الأمريكية بقضها وقضيذها يعني دعمت المعارضة بشكل فج، يعني الرئيس بايدن تحدث في هذا الإطار، ومع هذا الرئيس أردوغان كان عنده ثقة في المؤسسات الديمقراطية في بلاده، وكان عنده ثقة في الناخب وثقة في إنجازاته أيضا، والرجل بكل تواضع وفاز في النهاية بعهدة ثالثة. لماذا أيضا أنظمتنا العربية لا تكون أيضا تتخلى عن هذه الضغوط وربما الابتزازات الغربية أحيانا؟ يعني الزعيم العربي عليه أن يرى هذا الذي يدعمه في الغرب ليس حبا له، ربما لأنه ديكتاتور يدعمه، تعرف بأن الديمقراطية صحيح. للأسف ليست يعني لا تحظى بالتشجيع الحقيقي من بعض الدول الغربية للأسف. صحيح نعم، هذا هو هذه هي نعم، أنت قلت كل ما علي أن أقوله. أردوغان عمل بجهد وبتفاني، يعني لم يعمل من أجل شيء ما، وإنما عمل من أجل وطنه، يعني عمل بثقة، عمل بجد، وعندما عمل بجد الشعب التركي رأى ذلك بعينه، يعني وجد في رئيسه بأنه موثوق فيه، يعني عندما يقول كلمة يفعلها يقوم بما يفعل ما يستطيع فعله، ويعد بأنه سيقوم بالآتي. لذلك فالغرب، الغرب أمريكا وأوروبا، لماذا هي تريد أن يسقط أردوغان؟ لأن تجربة أردوغان في حد ذاته كشخص أولا هو مفتاح للديمقراطية الأخرى، للديمقراطيات أخرى في المناطق العربية، في المنطقة العربية والإسلامية، وهذا لا يريده الغرب؟ نعم، هذا ما لا يريده الغرب. يعني إذا استفادت الأمة العربية والإسلامية من تجربة، يعني كشعوب وكزعامة، لأن وهذا ما نأمله. أحمد شكرا لك، أشكرك هذه نقطة مهمة. شكرا. طيب شكرا. علينا أن نستفيد نعم من هذه التجربة التركية. لاحظوا، رغم كل العداء ورغم كل التحريض ورغم الحملات الإعلامية وفازت التجربة التركية. لسنا هنا لنؤله أردوغان، لست هكذا، لا نريد أن نؤله الأشخاص، ولكنه قائد وزعيم والكل يقر بذلك، وفاز من خلال الصندوق لعهدة ثالثة، ولم يهتم بمن عداه ومن شحن السيوف ضده. لماذا زعاماتنا العربية يا أخي لا تبدأ؟ لأنه تأخرنا كثير والله، فلتبدأ الديمقراطية في كل الدول العربية معا. لكن للأسف نحن لا تأتينا إلا الانقلابات. في تونس الرجل يعني جاء من خلال الصندوق والأمور يعني تسير في الاتجاه الصحيح، وتونس كانت محل إشادة عربية ودولية وحصلت على جوائز دولية لديمقراطيتها وبريقها، فجأة يأتيك شخص من خلال الصندوق ثم يطيح بكل ما قبله ويقول أنا والله عندي رؤيتي. إيه، ليش أنت انتخبك الناس على ما تراه أنت في 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 منامك، أم هناك برنامج يعني يفترض؟ فديسة الديمقراطية في تونس، ما زال الشارع التونسي يأمل طبعا في استعادة المسار، وأنا على ثقة بأنه سينتصر ولو بعد حين. توفيق من المغرب يقول: هنيئا للشعب التركي الشقيق نجاح عرسه الديمقراطي، نتمنى للرئيس أردوغان النجاح والتوفيق في هذه العهدة الجديدة والتغلب على تحدياتها. مريم عفانة من الأردن تقول: نبارك لتركيا ولنا بفوز أردوغان ولكل الشعوب الحرة بهذا الفوز المفرح، لقد سعدنا كثيرا بفوز هذا العملاق المحبوب. هذه نقطة في غاية الأهمية أيضا، لماذا هذا الرجل وتجربته تحظى بكل هذا الاهتمام عربيا؟ أنا أعتقد فقط بين قوسين
هذا دليل على حالة التصحر التي نعاني منها. فعندما نرى تجربة عربية أو إسلامية جميلة وبراقة، بغض النظر على الانتماء على فكرة، القصة مش إيديولوجية الآن، لا، تجربة ديمقراطية براقة الكل يعني يتعلق بها، حتى من حيث حتى يعني تيمما بها وحلما بالسير على منوالها، الشعوب العربية بالفعل يعني تتابع التجربة الديمقراطية في تركيا بأمل وبشغف وبحب. ليش؟ لأننا نعاني في بلداننا بالفعل حال الحقيقة من التصحر وغياب الديمقراطية بشكل كامل. لحسن من لندن، مساء الخير. الأخ صلاح، يا أهلا بك ولقناة الحوار. يا أهلا بك يا أخوي. هذا عرس اليوم في تركيا، الشعب قال كلمته، لأن الشعب راه يميز ما بين الخبيث والطيب وما بين الصادق وما بين الكاذب. 25 سنة تركيا كانت لا شيء، شوف اليوم تركيا، يا ليت يا ليت حكام العرب يحدوا حدو تركيا. شو أصبحت تركيا؟ أصبحت تستقطب العالم، حتى كل الغرب يحارب في أردوغان، ولكن الشعب قال كلمته، ونشكر الشعب التركي وهنيئا له. شكرا لك، شكرا لك الأحسن من لندن، واعذرني طبعا للأسف هذا ما سمح به الوقت في الساعة الأولى. سأعود لعرض المزيد من الرسائل في الساعة الثانية، أمامي العديد من العشرات من الرسائل الحقيقة، لأننا سنستمر مع المشهد التركي ومع هذا العرس الديمقراطي كما تبعناه، ومع فوز الرئيس أردوغان بعهدة ثالثة، فلا تذهبوا بعيدا. الآن نتوقف مع هذا الفاصل الإخباري ثم لنا عودة. أبدأ هذا الموجز الليلة من السودان. حاكم إقليم دارفور يدعو المواطنين لحمل السلاح وحماية ممتلكاتهم. كم هو مؤلم والله أنك تتحدث الآن على عرس انتخابي لدولة إسلامية جارة، وعندما نأتي للموجز نبدأ بمثل هذا الخبر من دولة عربية أيضا ليست بعيدة عن تركيا. لكن لاحظ الفارق الشاسع بين واقعنا هذا العربي المؤلم وبين الواقع الذي حققته تركيا. يا جماعة، الاحتكام إلى الصناديق أفضل طريقة لحل الإشكاليات في عالمنا العربي، لكن المهم أن نقتنع بالديمقراطية هنا قبل الكلام، لأنه لاحظنا في العديد من الساحات العربية الكل يقولك أنا ديمقراطي، لكن عند الامتحان تجده يفعل العكس. العديد من الأحساب في تونس مثلا وفي مصر حاربت الديمقراطية لأن مسار النتائج آل لغيرها، بينما الآن في تركيا الناس كل سعيدة بهذا العرس. حاكم إقليم دارفور يدعو المواطنين لحمل السلاح وحماية ممتلكاتهم. الله يعين أهلنا في السودان. دعا حاكم إقليم دارفور مني من ناوي السودانيين في دارفور إلى حمل السلاح من أجل حماية أنفسهم وممتلكاتهم في ظل الفوضى التي تخلفها الحرب الدائرة بين الجيش ومجموعات الدعم السريع في البلاد. وأوضح مناوي أن الاعتداءات على المواطنين تضاعفت، وكثيرين لا يرغبون في سلامة وحقوق المواطنين ويتعمدون تخريب المؤسسات القومية. وأكد أن حركات الكفاح سنساندهم في جميع حالات الدفاع، طبعا الدفاع عن النفس ما يشير إليه. إلى القدس الآن، العشرات من قطعان المستوطنين يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، طبعا يتوقفوا الجمعة والسبت ثم يعاودون هكذا ويستمرون يوميا في إجرامهم هؤلاء المستوطنون المحتلون. اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال. ذكرت دائرة الأوقاف بالقدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد. نستمر مع هذا المحتل الصهيوني، ونقلا عن إعلام عبري يقول: تحسبا لحرب متعددة الجبهات، هناك منطاد الآن إسرائيلي يراقب الأجواء من العراق إلى لبنان. لاحظ، كشفت صحيفة دعوتها حنوت أن الجيش الإسرائيلي يستخدم منطادا وصفته بالأكبر في العالم، يستخدم لرصد دخول أي طائرة عبر الحدود، مشيرة إلى أن طوله يبلغ 117 مترا ومزود بكاميرات خاصة وأجهزة كمبيوتر ورادارات، وهو مشابه لذلك الذي يتولى حماية مفاعل
ديمونة النووي. إلى تونس، جبهة الخلاص تجدد دعوتها للحوار واتحاد الشغل يقاضي الدستوري الحر. يريد دعوة جبهة الخلاص تجد أذان صاغية، خصوصا بالنظر إلى هذا المشهد الديمقراطي الذي تابعناه في تركيا. جددت جبهة الخلاص الوطني في تونس دعوتها إلى الحوار وإلى إطلاق سراح المساجين السياسيين، مبينة أن الإصرار على تنظيم وقفة دورية هو من أجل أن تبقى هذه القضية حية. إلى مصر الآن، الداخلية تمنح الإقامة المؤقتة للأجانب مقابل وديعة $50,000. مسكينة مصر الآن مستعدة لفعل أي شيء للحصول على العملة الصعبة. أصدر وزير الداخلية المصري محمود توفيق قرارا بشأن دخول وإقامة الأجانب في البلاد بهدف استحداث حالات جديدة لمنح الأجانب الإقامة المؤقتة في مصر لغير السياحة مقابل شراء عقار أو وديعة بنكية بالدولار، في ظل مواجهة البلاد شحا في النقد الأجنبي ومخاوف من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. كان هذا آخر خبر في هذا الموجز. بعد الفاصل سنستمر مع تركيا ونتحدث عن هذه العهدة الجديدة لأردوغان والتحديات أمامه، أكان داخليا أو دوليا. نعود لهذا العنوان بعد قليل.